الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. وكتابك إني الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأنا درسي إني صدحية طبنات، وحكب الأبناء قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المزاح. باب المزاح أم مزاح قرية مياه. باب الألفة وحباب يهي وذا تشركي يؤمد إن إسوسو دومنتو أي وذا تشرتو. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عاصم وصدوق قال حدثنا سعيد بن عفير ثقة قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال، دراج وضعيف، عن عيسى بن هلال السدفي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبي قوحر إن روحي المؤمنين، يعني لبض مؤمن روح ذو ذي أرواح ذو ذو لا يلتقيان ويكلمان في مسيرة يوم ميل، يعني مال الله صعده أي يكلمان إيغو الروح أن جسمي قود وذتشوغين أي الروح ذو ذو حيكو كلان تام مصافو مال الله صعده. وما رأى من أركيو أحدهما متكود صاحبه متك كلمة أركيو أيو يري إن روحي المؤمنين لبض مؤمن، يعني الروح ذو ذي نفتو ذو لا يلتقيان ويكلمان في مسيرة يوم مصاف مال الله صعده، وما رأى أحدهما متكودنا ماركي وصاحبه صاحبك ماركي. حديثك ضعيف ودراج باكجرة ضعيف ذا كون سقال بقول أفرتني يتضبع، لكن معنى قد مرك الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلي على أرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نفوه وعيدا لأروريي وحي اسفهما نفتو دي الضبع قود اسفهما اسقباتمنا ويسوس أروران وحي كلا نويت كلا تقال. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، أما عبد الله بن محمد المسندي لبض وشيخ بيويه بخاري، قال حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة، إبراهيم بن ميسرة الطائي، عن داوس بن كيسان عن ابن عباس قال: وحولي النعم نعموينك إلهي بن آدم كوجود غيتو كفر ولو كفريا أو لقوم شكريا إلهي لقوم نهمه النق سيدتك بديهم بتلمامه. والرحم غرابدين تقدع والقوية، ولم نر مانا أرق بيري مثل التقارب القلوب، قلوب تيسسو دوان شهدين قلوب تيسسو دواتو وحلم إذا مانا أرق بيري. لكن وقت كان هدى أن شوكنا وقت يسيبه كهلا يا وقت قرابة دي اللقوي قرابة أول لقوي يدتك مسلمين تو إسقوين وحاكر دلنا يبحي كلفو كان شاكر دلنا. النعم نعموين كي تكفر ولو كفريا، والرحم قرابة دينا تقدع والقوي، ولم نر مانا أرق مثل تقارب القلوب قلوب تيسسو دوان شهيدا، يعني وحل مدام. طيب ابن كثير في تفسيره قلت المامي ابن جلد كلابات صدح بقول صدنا يصدح صححه الألباني في الأدب المفرد. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قرة ابن أبي المقراء قال حدثنا قاسم بن مالك عن عبد الله بن عون بن أرضبان عن عمر بن إسحاق قالوا: حول كنا وحنوهين نتحدثك وكشاكيستانوهين أن أول ما شيك وقهر يرفع من الناس ذاتك لغا كريليو الألفة وذا شركة يصدومن كأن يسوس وضنمان واحد. طيب يعني شيك وقهر معالمة إسلام كاللغو يقانو ذاتك أي واي دونان وأمدي وذا شركو دي إن يعني خلاف ويمادو وإس خلافان. حديثه ضعيف، يعني ضعفه الألباني في الأدب المفرد لو بقول لحدا يصدح رقمك.
حانبك كسوا إن أول ما يرفع في الأمة وحوجه الرئي أمد الله كريلا يا وحوي الحكم شرع عدد الدين كود إن يسقح حكمان حيابه وجه الرئي معلمتي ويا مباكمدة وآخرها الصلاة وحوجد ضمبيا إلى قاضي دونا والصلاة باب المزاح يعني كفتا كيبو باب يهي. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن عليا إبراهيم بن مقسم إسماعيل بن عليا لو يقن هو يسألون اسمي. قال وحيد حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحؤيمي على بعض نسائه دمر كيس بركود بؤيمي ومعهن دمر كيس لشركود نوحاء هيد أم سليم. أم سليم يعني أنس بن مالك هو يدي قيس النبي محمد آذو حليل انشري هوين إذا سألت وقتها هوين كالنبي محمد. فقال وحلي يا أنجشة أنجشو أنجشو أنين يعني أضونه مرك الدمر كوك حين يهدي لا يكون أورطا أي هيان عربت وحيد قانون لهايين مركز صعود صعود لو جيرو صعودان اي سفر اي كو جيران دقنكود وحو اها خولها ان لو هيسو جيله ان لو هيسو مركز رغنا نين با اوغو هيساي او كخينيي دمركنا روب نين با اوغو هيساي ان جشل يدهد مركز جيلو مركو صوتكا اي هيستا ماقلو ايو اسكو دبا دعاي اد بو اورديا مركز. طيب يا ان جش ان جشو رويدك ترتيب تادب النبي كويل صلوات الله وسلام عليه سوقك كحين تاداد كحين صبيل قوارير دلوينك اي قرشوينك كحين تاد كحين صوتر حالك وضع معنى وحال اسكو شبهي دمر كي دلدي بال اسكو شبهي دلوين بات سداي اورت اد هو اريمه يا يعني وما ايلات دمر كوا ايلا شبهن يهينو معنيه دو حو يهدي هستان او يعني اورك لو قاداي انتي كو مشقولان اني اوركيبا كدعان با حلس نبيو مركو و خيري صلوات الله والسلام عليه رويدك ترتيب تادا او ترتيبي سوقك كحين تادا بالقوارير قرشوينك يدلوينك اد كحينس. قال ابو قلاب و خيري فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم نبيو و خو كو هادلي بكلمه كلمه بو كو هادلي كلمه دي واي و بالقوارير سوقك بالقوارير لو تكلم بها هدوكو هدل لها بعضكم بركين دكينا مانتا نول هدوكو هدل لها لعبتموها عليه واتكو عيبين لهايدين أنا واضليا بلهايدين وحضرون لهايدين مضمر كيبو عايو دلوين يقرشوين كوشي يقعي مركا نبي قلنا صلوات الله والسلام عليه وحو يري يعني كفتن كي دلوين كهجي كبين نبو يري رسول صلوات الله والسلام عليه إلا باب المساح بين كوشرنين مركا وانوع كفتنا لعبتموها عليه واتكو عيبين لهايدين قوله هذا الكنبي قولي سوقك كحين تاذا بالقوارير دلوينك آت كحين سي قرشوينك. حديث كبخاري با في صحيح كورن يشنكن تضوب قول سقاشن يتضوب مسلمنا في الفضائل تضوباتنا يكون نسائي أحمد نوي ورنا يعني. وحلقة قادنا يا كفتن كنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث قال حدثني ليس ابن سعد الفهمي قال حدثني ابن عجلان محمد بن عجلان عن ابيه عجلان او سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال وحنا يا رسول الله رسولك الهي انك ادق تداعبنا ودنا لك افتنتا رسولك الهي ودنا لك افتنتا وحيينا ولو سودجنيا يعني حاله مركز سيبا نقنس. قال وحنا اني انق لا أقول أرن مايو إلا حقا حق مايو وحكا لكو هاد لمايو وصحوة إذن لكفتما لكن أنيق كفتا كيو حق مايو وحكا لنقن مايو شيء بعد لكو ما كفتما وما يندق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أفق النبي محمد وحكا صباحي وحقه. حديث الإمام الترمذي في جامعه كورن يكون سقال بقول يسقاشن إمام أحمد في مسنده وجلد كلا بتصدح بقول لحدن بيهقي في الصنن وجلد كتب ناط لا بقول أفرتني يسديد سعاه الألباني في مشكات المصابيح يعني أفر كن سديد بقول يسديتني أفر رقم كم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن خالد قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن حبيب يعني حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال وحوري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي وحي أهائين يتبادحون كوا إسكتور تورا بالبديخ قراها إسكتور توري جرين قراها إسكو قمي جرين مارك العيار يدرقوا كفتميان. فإذا كانت الحقائق حقائق دو مركا يتمادو ورق إسكعلين إيا دولان إيا هلقن أوي مادنا كانوا وحي أهائين هم الرجال ورقب أهائين معناها مجال والبواب بحين جرين أرجع رجالنا أنت بدأ محلو استعماله ذكر يا رجال رجل كوحلو استعماله يعني روح ميدانك يعني هدي إلى يكون يجيسك كوا هل يجيك كوا قرآن كواحد كوا أركي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والصلاة دي عبادة دي إله كحنان شيسة موقف لوقف كتشو مركو حيني. فإذا كانت الحقائق حقائق دو مركي تمادنا كانوا حي أهايين هم الرجال رقبي أهايين هدي اللي قالوا هل كلمة إلهي دينة إلهي إن الله لينا رقبي أهايين حالده دي مراحشه دي عادي أمركي تشوغانا يعني وحي أهايين سيدة بشر كاكلة ضد عيارة أو كفتمة أي أهاية المزي أي في تهذيب الكمال كورني مجلد كشان صدح بقول سقاشن يسقال صحيح هذا أفر بقول يصدن يشان رقمك. حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك بشير بن محمد والراوية عبد الله بن المبارك المروزي أخبرنا عمر بن السعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله قال وحولي مزحت عائشة عائشة يا كفتنطي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بيكو كفتنطي أكتيسة فقالت أمها عائشة يدد أم الرمانة وصدوه دي وحي ترى يا رسول الله رسولك إلهي بعد دعابات هذا الحي من كنانة يعني عائشة وحيكو كفتميسة قبيل كان يجلب كان خير كنانة اللي يلاهده كفتن كودي أيكو كفتميين ومعناها الرق دمر كودا أي رق الله كفتما مركا كتشيلب كاس وركودي بان نوسو قدبيو عائشة أيكو ديانة سابيلة مركا هذه صدوه دي وحي أعذر دارسة كوالدي بالوقي البحينها. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قحري بل بعد من ساحنا هذا الحي بل إسكدا يرير كنا أنا كفتن كودي إنو يهي وبعض من ساحنا كفتن كيجي هذا الحي يعني ريب بني هاشم وقيسك النبي صلى الله وسلم عليه وكرد شيء كفتن كيجي يعني أي قادة هاي ودماشياش هدي إلى يكورون يهي يدوين كيد يدد كان هدي إلى يكورون قريش تا قريشات معناها كفتن كودي أي قادة حديث هو ضعيف يعني ضعف بسنة كيس كتر. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قاري أدب حكود عفي ألباني أدب المفرد ككاهر إلا وبقول لحدنيه تضب رقمك عن حميد بن أبي حميد الضويل عن أنس بن مالك قال وحر جاء رجل نبايمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قويمي مجالستي نبي محمد أمد خيرك وكبري إعيلك صافك وكورا بن يبان نبايمي يستحمله إسقو قاديد كدلبية وضلب الحمل يعني ضلب أن يحمله على حموله إنه قاديد كحنبار قاديد سي أيوير فقال وحير النبي صلى الله عليه وسلم عليه إني حاملك وحنك كحنباري على ولد الناقة هل المهد بنك كحنباري وكفتا صومة حديث كان شمائل المحمدين كصمر يا هل المهد بن كوكو حنباري قال وحري يا رسول الله رسولك إلهي وما أصنع محانكو صمين يا بولد الناقة هل المهد محانكو صمين محانكو فلي رسولك إنه نريق يري محاي إي ترسى قاديدنا إي قلي ميس وحنا إي نقل ميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحري وهل تلد الإبلاء وقيلم ييد شائل النوق هل مو يوحك لي يا قيلوا أم هاي رادو
أما أورها أهادو أما هلها أهادو أما قربعها أهادو يعني وحو كيما داؤون هل بكيما داؤون نبي يقول مركا واسر بيابيو نيف قيلا كسينا يا بولها أسنا محوقاتي ميد يرين لسينا يو دي ميد كاير سيو قيلا يا بولي. طيب حديثك أبو داود في سنن يكورن يأفر كون سقال بقول سقاشن يسديد ترمذي في جامعه يكون سقال بقول سقاشن يسديد وشمائل لو ينكسوا من رسحة والألباني في صحيح سنن أبي داود. قال الإمام رحمه الله تعالى باب المزاح مع السبي حباب يهي المه يرائن لك افتمكر. طيب المال افتس عقلي سئن لكوريا الربا. حدثنا آدم بن إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي قال حدثنا أبو تياح وزيد بن حميد الضبعي قالوا حلي سمعت أنس بن مالك بن مغلي يقول سقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحوها لا يخالدنا مدنا ديها قويس كيقو النبي قصوب وقنشرو يعني مركا ونوئي منشر حتى يقول إله إله ذو لأخي لي ولا لي سقنا ذي وصغير ير يا أبا عمير ما فعل النقير. والله كفتمي يا ويلكو شمبر يربوكو عياري جري شمبر تبا كلمة طي مركز وحولي يا أبا عمير أبا عميرو ما فعل النقير شمبر كي يرامحو سمعي نقير كور نقير كوا شمبر يربوكو عياري جري شمبر تان يعني هرية دلي لهذا اجيال عنتا تاسو كلا اما تان يريري دلي لهذا بيرها عنتا أما مدن يرى ماذا عادي حير قرطة ليرة يعني كو يالك أسبي كو مثلا نبي قوى لك فتما يا يو حولي يويل كي كو يا أبا عمير أبا عمير ما فعل النقير شمبر كي نقير الأورنجري محو سمي وحلق قادنا ين الشمائل المحمدية نكسو قادنا المها إساقو ير إن كوين الله بحين كرو أبا فلان الأورن كرو إن لك فتمي كرو وحلق قادنا يوكال نبي قوى حموجيني ويل كان لفتي سوينا نسي عمرين أو يعني مركا أسقنا أو دمن دونه أو مركا أنا مدسي إنه ولا نين يا عمير يعني حوت تلمام وإشارة لا تلمام يا عمري سوينا وجابني يحي تصغير بالكلمة. حديث كبخاري في صحيح كورنية رقم كشن كنت ضرب قلت ضربتني شن إمام مسلم في الأدب يعني أي كورنية في صحيحه رقم كصدونات ترمذي في جامعه كون سقال بقول سديتني سقال ابن ماجه في سننه أفر كن لح بقول لحدني سقال رقم. حدثنا ابن السلام يعني ومحمد ابن السلام البيكندي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن معاوية ابن أبي مسرد معاوية ابن أبي مسرد لا بأس به عن أبيه مسرد عن أبي هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبي حوقبت بيد الحسن والحسين حسن ما حسين بو قعنت قبطي ثم وضع قدميه لبدي اللقود يعني ايه حسين بو يعني ساري على قدميه لبدي سلقود بودل صار ثم قال وحي ترقى كر صوفر حديث خين صومرني ابن ابي شيبة اي في سننه كورني امام احمد وانا الضعيف ضعفه الالباني في الادب المفرد لا بغلي تضباطه. باب حسن الخلق ضبيعة وناكسن بباب يحيي ضبيعة وناكسن يخسال كوناكسني أفر شيء بأساسه دلاقة الوجه يعني روح وجه فرن إنه يحيي روح وجه عمبوس وجهي سهدي يقول لك دريم إنه عليه سين وإنه نوحي مسألة الله بعد أيضا لك دريم كري أساس كواهي وحوي وبدل العطاء روح واحد بحية أو قعن فرن إنه يحي سأذا كلا يكون حكتها وحوي الحلم روح الدلقات لو إنه يحي روح صبر كرأ أتكيسن كرنا وإنه يحي. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي عن قاسم بن أبي بزة والغاري ثقة قالوا حلي سمعت عضاء الكيخراني عضاء الكيخراني وعضاء ابن نافع نكا سوحان كمقلي عن أمي درداء أمي درداء وحكوري عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قو حلقوري قال إنه يرى نبي ما من شيء شيء متجر
شيء يعني في الميزان يعني أثقل كعلص في الميزان ميزان كدحيس كعلص من حسن الخلق دبع عدو ونكسا شيء ميزان كمال كقيام أضوم عمل كود الله صار إيه شيء كعلص متجر دبع عدا إيه أخلاق دو ونكسا ترمذي في جامع كورنا يلا بكون يصدح صحاه الألباني في الصحيحة يعني يكون سداد بقول لحدنا يتضبع رواية كلا نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحليه ما من شيء في ميزان العبد أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن مالك قيامة أعماش الروح مؤمن كامرك لميسام ضا أخلاق وناكسا وحكا قعليس بدني ميسان كمجر. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل يعني الشقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن عمر بن العاص قال وحر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمان وهين فاحشا يعني مد أفحن مان وهين نبي ولا متفحشا حماتدا يافحمد مد سكدون دوننا مان وهين نبي صلى الله عليه وسلم معناها ضبعي وما أهين اسكمنا دون دون جري نبي صلى الله عليه وسلم وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كير هذا خياركم أحاسنكم أخلاقا خياركم وحائدكم إخيارسا روح يعني هرموتك أما هليقة وحوي والروح إذنك أخلاق ذو وناكسا والنبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه غالبا في صحيح كير شنكن لح بقل سديتني سديد مسلم كتاب الفضائل لحدني سديد إمام أحمد بن حبان باورني. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الصالح يعني كاتب الليث قال حدثني ليث بن سعد الفهمي قال حدثني يزيد بن الهاد ويزيد بن عبد الله يعني ابن أسامة الليثي بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب يعني وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي مغلي صوبنه يقول يسقوا لأخبركم محميدين كورهما بأحبكم إلي أكتا إذا ميتك اللوغوك القعيل بدنيه نبي محمد هدان هاي عدان وقوش على هاي ميدين كورهما وأقربكم يعني إذن كلو مني حقيقة مجلسا مكان فريسي يوم القيامة مالك قيامة فسكت القوم قومك وآمسين صحابتي وآمسين فأعادها مرتين أو ثلاثا لبتشير أما صدح تير بكعري ورميدين شيغا عدة آن وقوش على هاي مالك قيامنا مجلسك إيا فرديك إيقودو ميدين شيغا قالوا حيلاذا نعم ها يا رسول الله رسولك إلهيو قالوا حيلاذا أحسنكم خلقا مدكين إذن كد بعد ونكسا أيا أكتا إذا لغوك القعيل بدنيه مجالست إيا فرديك إيا درجاتك قيامنا الروح إيقودو أيو نبي صلوات الله وسلام عليه. إمام أحمد ما في مسنده كورنية شيخ البخاري مجلد كاللبات بقول سديت نيشن ابن حبان في صحيحه مجلد كاللبات لو بقول صدني يشن صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيحه تضرب بقول سقاشن يصدح حرمك. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس مالك بابتوها قال حدثني عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح الصمان ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي إنما بعثت يعني وحال إيسو بحيي حال إيسو صار لأتمم إنا لميستر صالح الأخلاق أخلاق دميد يدو نكسا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق برواية كالترة أخلاق دميد يدو نكسا إنا لميستر ديمها إلهي سبحانه وتعالى رسوش أوسو ديبي فريمها أوسو ودا ديبي رمان وحي تركيسنين أخلاق دا نوعية كميدة تركيسنين شروينك بلشوينك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حيسته أي يعني إلهي وحي وكوس حي سادرت الدين كم إذا ديمها إلهي سبحانه وتعالى أو أخلاق ذا كمر نيدمشرته لكن دين سيد الدين تين اللوجو شمعي أخلاق ذا اللوجو أروريه مشرته النبي محمد بعد ما يستري أخلاق ذا يعني مدة دي ونكسنيد إمام أحمد في مسنده كورني مجلد كلا بعض الله بقول صدح بقول سديتني كو والحاكم في المستدرك
مجلد كلابات لح بقول صدباتن والبيهقي في سنن مجلد كتبنات بقول صقاشن يلبو صحاه الألباني في الصحيحة رقم كأفرتن يشنات صحيح الجامع الصغير لبكن صدح بقول يكنتن رقم ك إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة عروة بن السبير عن عائشة أنها قالت عائشة وحيث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين نبي محمد لما الدور رنسين لما أرموا إنه كلا الدور طلوما تلما من نبي محمد إلا اختار وحو دورني أيسرهما مد وضفدد بو دورني هذه لما أرموا ليسوا لنا عدقا لما أرموا مد وضفدد بو دورني نبي صلى الله وسلم عليه ما لم يكن إثما هداني دنبي أحين وحن لك الدورنا يا وإنانا يا هين وحدن بيا لكن لبا أرموضو الشرعي كوبانان لبدو دبأي كوبانان يهين هدي النبي محمد ليسوسو أقرقو وحو دورنا يمد فضود أمرك عن عسلين بو دورنا فإذا كان إثما هدو دن بيا هين كان وحو أبعد الناس منه دتك متك وقفك بوح ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مانو أرقوصا لنفسه نفتي صومانو أرقوصا وحسق حد قدب شخصية ذاته إسق اللوجستي ولقي النبي كما أرقص نبأوي منك خارج جهوح اعدل فإنك لم تعدل عدالة صميم ماذا عدالة صميم كسو يريحك فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله وريع عدالة صميم يا إلهي الرسول كي سهدي عدالة صميم وعيين والنبي ولي نكن أندلنا ليدي ما كسر النبي يقولي صلوات الله وسلام عليه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ذاتك كوشا كيسن ما يا نبي محمد أصحابتي سو الله يا رغن كاسو نبي محمد لهم إلا أن تنتهك يعني إن لقد حد عموياني يعني حرمة الله تعالى إلهي حرمديس يعني وحي إلهي حرمي حدودي السهدين تأوردك إن لقد قدبو حاران ذاتك أي سميان موياني فينتقم الله يعني فينتقم أرجو سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فينتقم لله بها يعني الدرتي أرجو سنة حدود دي سئ سهدين تي سلقت الله بيدرتي يبون أرجو سنة معنى دين تا هدي قف لقى قالوا النبي أمد القادنين لكن معود القادنين هدي إسق الشخصية دي سئ قف لقى قالوا النبي أود القادنين النقل لكن هو عكسه صوما ما هو عكسه ننك هدي نفتي سئية غيركي سئية يعني الله تابته واشن بلوضة حرقة هدو إلهي دين تعاينة شيخ محاكا قليبا لقليه اسكداف أسقي إلهي بأوتا الله فرحك قاد لقليه نبي قل صلوات الله والسلام عليه فينتقم لله بها هدي حاران للصميه حدود إلهي اللي قدبه دين تلقو حد قدبه وآكا أرقو سنية خارب في صحيح كورنا يصدح كون صدح بقول لحدنا يتضبى مسلمنا في الفضائل تضباتنا يتضبى إمام أحمد أبو داود يغير كتبه ورنا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن زبيد وسبيد بن الحارث ثقة ثبت عن مرة يعني مرة بن شرحيل المعروف بمرة الضيبة ليلة يعني هي مرة الخير يوحيها سلم بليل عن عبد الله بن مسعود قال وحيري إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إن الله تعالى لسبحانه وتعالى قسم وقيبي بينكم لحدين وحيدين قيبي أخلاقكم أخلاق دين وإدين قيبي كما قسم سيد وقيبي بينكم لحدين أرزاقكم أرزاق دين سيد وإدين كقيبي معناها سيد إلهي رزق اللوح المحفوظ كوجو قرئين كقيبي بو أخلاقنا يضبعنا إلهي دين كقيبي طيب وإن الله تعالى سبحانه وتعالى يعطي المال حولها إلهي وحوسيا من أحب روح جعلها ومن لا يحب يعذان وشعلين به الدنيا قال يا مؤمن يا منافق أنت بوالسيا معايا لإلهي أكتسى الدنيا قيمة كملة بل قالدن إلهي كفرتي وحي بقرنيان أو كلية نلوشن الدنيا سيد الله معمولون بيقاني
سيدي الله القرآن كقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نبي يقول عليه صلوات الله وسلام عليه حديث هو موقوف المرفوع نوايه ورواية كله مرفوع عن سؤال حيري يعني ومن لا يحب ولا يعد الإيمان إيمانك مصيه يعني الدين إيمانك وقمدق إلا من يحب عيد وشعليه مؤيان إيمان وحا إلهي قلبك سأوقل يا إسلام من أوهي بي روح إلهي دورته وشعليه. فمن ضان بالمال أن ينفقه فمن ضان الروح كب خيلا بالمال حوله الروح كب خيلا أن ينفقه إنه نفق حوله جدك إلهي إنه كب حي الروح كب خيلا أو خاف العدو عدونا كعب صدو إنه جهادنا كعب صدو أن يجاهده إنه عدو إلا جهاده كعب صدو أو وهاب الليلة يعني هبينكين كهي بيستاء أن يكابده أي أن يقابله في مشقته هبين كدبتي سئن وقابله ومعناها صلاة الليل تكدو هرددي وكسوقعه روحي تانا كرواي أودي كرواي. فليكثر هبدي من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر أعماشا صالحة إله اللو قدواني ودرجات ويكال سرية صدرت عبادة إيو حديرك الروح إله أولا سميني وحيكو حلانتها يعني الصنياشة إيا خير بطسك وحيكو حلان يهين نشاطك إيا فرفرعوني ذا قفك مركا هدو أودي كرواية صدقة إنو بحيه وبخلي يعني مركا أوديده أما إنو هلقم مركا نفتي سيا فلين ما أوديده أما هبينك صلاة الليل إنو تكدو كهي بيستو أودي كرواية فردو إيا نفي الشيطان أي كقال ابن قدان. فليكثر هبدي من قول لا إله إلا الله عملا كعاجزين باشري يو سبحان الله والحمد لله والله أكبر عربك إلهي كحصى فليكن لسانك رطبا من ذكر الله. حديثك هو صحيح موقوفا وصحيح مرفوعا إمام أحمد باورنية مجلد كل حاد بقول أفر يطبن بكور يعني صحيح ترغيب وترهيب أسقنا بقول كن يطبات اللي حرقمك عليه هاي. وقال في حكم المرفوع رواية كلو أبي سعيد الخدري اللي قورنا إيه هي شواهد كلو ليه حديثه وأنا مرفوع سقى مرفوع أنا وأن صحيح النبي قال لو تري أسقى موقوف أنا وأن صحيح لما أنا حديثه وحلق قاضنا يا أخلاق ذا هي الضبع وناكسني قيمها أوليه حتى أنك مركو قبل ده سود دوني جور يعني مركو دوني قبل إنه جور صدم حاله بحره إذا جاءكم من إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فسوجوه هويني دي وحال إلي فاضفر بذات الدين يعني والخلق تربت يمينك نينك مركي لا تريني وحال إلي هوين تدين تأي أخلاق ذلك قرسو أيا لغو يتي مركي أخلاق ذو وقيبها إيا معالم تأساسي أغمهم سن دين تأي أغمهم سن. بل نبي محمد وحولي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق حديث كأنه هذا سومري مركا صومالي دون وقوة يراه هذا محي رنشين دبع عدو دبع عدو دين تواكبر دبع عدو دين تواكبر حضرك ساقف مقال كي رقن يعني ولاد بوئجية ولاد بوئجية مركا هذا حقا مظاهر تكم وقت أكتو لكن مركا هذا لا تعامشو أو حون إذن لح مرام بعد واحد أوجانسة أخلاق حمدة يرقن حمدة كجرت هذا أوجانسة لذلك وعيران يعني ضبي عضو يا أخلاق دو دين تواكبر بيران دين توا يكوير قرقرحن لكن أبور كويحي يعني هذا شعور أحيد يهذا شنع أحيد يهذا مذقل في سنو إنجيجان أحيد حوجا وحي أم با كوسو بحي. قال الإمام رحمه الله تعالى باب سخاوة النفس نفت الديق دي ديبو بابيه يعني الروح روح ديقتون وإلهي وحوسي يكون ديقتون ينويه. حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا ليس ابن سعد عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح صمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحولي ليس الغنى هدى تويد ماها عن كثرة العرض يعني بضيع بضن يحول بضن وروح أوهلا هدن تويمه روح واقني لورن ماي ولكن الغنى لكن هدن تويد وحوي
غنى النفسي ونفتاد إن يديقتونتو وحي إلهي سبحانه وتعالى كوهي بي خسنده سأكاق الديقاي قيب إلهي وحي آذوها شيئنات كوقان عدو أيها هدنتو يليرا. لذلك وحضر كيسانين روح الدنيا دي اللو دي بي أول يو البهار كونول ونيدا يعني كعيدة فقير كأ حضر كيساميد مقدام مدرقان أهو نولشي سي يعني وحا عنايا مالين كاحيستا لكن قناعة إلهي سي سبحانه وتعالى قلبي سي قناعة قريه. بخاري با في صحيح كورن يلحكن يا سديتن يكو مسلم في سكات بكورن يا بقول اللواتن ابن ماجه يترمذي باورنا. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قالوا حدثنا حماد بن سيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قالوا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان أخدمي 10 سنين طبن سنة النبي أخدمي فما قال لي إمار النبي صلى الله عليه وسلم يعني أف قط أف إمار أف هذا الآن دب صدق إمار قد ولي إمار النبي صلى الله وسلم عليه وما قال لي إمار لشيء شيء لم أفعله أنا صمين ألا كنت فعلته ورمت سيدات سميسيد سام حدو سمين ويدي إمار ولا لشيء شيء وفعلته أن سمينا لما فعلته محاد سيدا أصمي سي إمار النبي صلى الله عليه وسلم حيث تسنى سامرك أخلاق ذا وناكسن يضبعك وناكسن إلهي النبي محمد أهي بي أغد يقي وأنا سيدا إلهي وإنك لعلى خلق عظيم بالي سبحانه وتعالى ويل يري شككم مجرو إنه وحون خرب أيه سما طبعا صننا أشقينا وحبو خلدي وابن آدم يعني وحبو صحي إما أرى النبي صلى الله وسلم عليه وروح حام حادو خربتي وروح حام حاد ساقو سمي صي محادو سمي ويد إما أرى النبي صلى الله وسلم عليه حلقة قادنا يا مركز ضبعي يا أخلاق النبي محمد الله وحبيه. إمام مسلم في الفضائل كورني كنت يكو إمام أحمد في مسنده مجلد كسد هذا بقول تضباطني أفر أبو يعلى في مسنده عبد الرساقن في مصنفه حدثنا ابن أبي الأسود عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا سحامة ابن عبد الرحمن من الأصم يعني نكن ومختلف فيه ابن حجر روحوا إلى هذا يعني وحوي ومقبول يعني وحديث كيسا ومعنى مقبول بمعنى الضعيف ابن حبان وتوثيقي جرح يتعديل يعني مركا وح جرح يرداو عيدا مركا اللومهن قال وحوري سمعت أنس بن مالك بان مغلي يقول سقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها رحيما مدن حريص بدن وكان وحوها النبي لا يأتيه أحد روح من إيماني إلا وعده يبوهي هدي قف بني آدم النبي محمد وي ما دو وحون ويديستو خدان عمر كاهين بلن بو قاده النبي وا يبوهي وانجز له بلنتينا وافلنا النبي صلوات الله وسلام عليه ان كان عنده يعني هدي شيغا او بلن قاده وقتيس يحي واقيمت الصلاه الصلاه دي با لو اقيمي مال المال ما كم اذا صلاه دي لو اقيمي مركي صلاه دي ليسيري هلا غلو وجاءه أعرابي ننشر بادية آيمي فأخذ بثوبه نبي مردي سوء قبصد صلاة والله قيمة نبي يسير صلاة قلب مرد خسور دقي يكاد يقول نبي محمد معين نصمين الله إنه شيخ يا شريف قست هديم إسوء صلاة الله قيمة وقف خسور دقو كويرا دمبا كاليها intaan isagu hadlin dadka masajidka jooga wa qeylin laha soo ma war iimaanka alla ka qaadi horta bal salaad hal nala tujiye no kaadi ah horan lahayd nabi maxamed fiir marka dulqaadkiis nin reer baadiya iyadoo salaadii loo aqimi soo jiito wuxuu ii kaadi salaad hayga gelinay dayib fa akhadha bi thawbihi maradi soo jiitay fa qala wuxuu ri inma baqiya min haajati yasiira mar horu nabiga arinu sheegta dulqaad ka nabiga fiiri uu dhameystay markuu dhameystay salaadii la damcayn la galo buu yidhi haajadeedii iyo dantaydii arin yar baa iga harsanayde isug
طيب إنما بقي وحكاري من حاجتي يسيرة وأخاف حنك بقي أن صاها إلى الهلمام. فقام ويستاقي النبي معه لجركي سوس لتاقي حتى فرق إلى أنك لما يستي من حاجتي دنتيسي ثم أقبل وصوقا بلي فصلى مركزوت كذي ذاتك تجي النبي صلوات الله وسلام عليه. هذا النحريستا نبي صلوات الله وسلام عليه وشخص إلهي أديارنا يبشرية ذا أنت إلهي هنون لدونا إنه كبد بادي وقصمة بحير الله ديارك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما أنا رحمة مهدات نحريس ليدين هبيبان هاي والنبي صلى صلوات الله وسلام عليه. حديث هو حسن شيخ ناصر صحيح الجامع الصغير أفر كن سديد بقول يشان يتون صحيح هذا الله بكون يسقاشن يأفر رقم كه. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا غبيصة ابن عقبة وصدوق قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال وحولي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لما ويدين شيئا شيئا لما ويدين أو فقال مركا ويلا لا ميا وح النبي محمد لا ويديو وميا يرهد مجر حال ديه سئن طبضا مركا قال كدو وليع جتي لكن ميا لقنك النبي محمد ماهن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قفك مر أركا النبي قال لك كل ما صلوات الله وسلامه عليه وشعلان شري وأسو هلوبي شري إنه يعني مركا ويمات إلى الصحابة قاركود أنت يقوليه ودي تجين أي حسوستان لمشهد الله لمن أيه وأي لهدين هداد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه مركا جنة الله تجوه أسأل بوسكي سواء لكوريا ليا النبي دي يا أنبي دي إيه درجات كورا لقيني أما بأرك ويدا وكاسو النبي قويم أوعي رسولك إله يوم أنا يقول حانا هاي يعني روحا مسكين كي مسلمين تكمدا أدقون أنبي دي بات كمتو درجات هذا كور بارلوق هذه إن أنكو أرك وايان كم بقيا إلهي باو حسود شيء. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إمام مسلم في الفضائل الكبرى كنت إليه حدثنا غرة ابن أبي المغيرة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن السبير قال وحولي ما رأيت ما نرى امرأتين لبض مروا أجود كديقسسا من عائشة وأسماء عائشة يا أسماء لبض مروا كديقسسا ما أرى ما رأيت ما رأى بيولي إمرأتين لبض مر وأجود كدق سسا من عائشة وأسماء عائشة يا أسماء لبض مر وكدق سسا ما رأى بيولي قاسم بن محمد بن أبي بكر يعني عبد الله بن الزبير بكورناهم وجودهما دقدودنا مختلف مثل قد السنب يحيد. أما عائشة عائشة فكانت وحي أحيد تجمع تيور رساء الشيء إلى الشيء وحمرك يريه ما يبحين شرينه ويكيدين شرته إلى شيء كلا يوجي سو يعني شيال بدن أيس قدرته مرك واحد بدن أكتي هذا أي قصة أوران أي يبحين شرته حتى إذا كان مركو هذا اجتمع مد قصة كل ما عندها أكتي هذا يعني غصمت ويقيبنس. وأما أسماء 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 ميا فكانت وحي هيدا لا تمسك شيئا لقد شيء برته ومك هيدا سنشرين أما هيا راضو أما هوي نادي وحق عنت هذا صوغ لا أيضو ويقيبين شرتي صوتا وحوي النبي قال صلوات الله وسلام عليه وحو كيري أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك أسمي النفقيه أوها كيدا يسنن يان لقا كيدا يسنن خسندها إلهي وحكو شر ولا توكي فيوكي الله عليك ها أفحرنن يان لقا أفحرنن بنبي قول صلوات الله وسلام عليه. حديث كنا وحديث صحيحة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء مجلد كاللواد اللواب بقول سقاشن يلبو أي قتل المامي وسعاه الألباني في الأدب المفرد اللواب بقول يسديتن باب الشح بخيل لمدي باب يحي. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن سهيل بن أبي صالح
عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن الأجلاج عن أبي هريرة قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوري لا يجتمع يعني مكر المان كل ممايان غبار بص أما بورد في سبيل الله إلهي سبحانه وتعالى وددي سيجدك سكسو قاري روح مؤمنك يا ودخان جهنم جهنم قيق ذي قاعدة يعني مكر ميان في جوف عبد أبدا أدون لابتي ولقيتك مكر ميان روح إلهي سبحانه وتعالى جدك سأوها القمية كلمة لإعلاء كلمة الله نعوض قال لما يهدف كيس يقايد يوجد يدنتي سؤاي تاي يعني أو سيدا درتي بص وكسو قاري يعني ما كل ما بنبي يقول صلوات الله وسلام عليه يقع يبصك جهنم ما كل ما ولا يجتمع ما كل ما بنبي يقول صلوات الله وسلام عليه الشح بخيل نمو يول إيمان إيمان في قلب عبد أبدا أدون قلبي كما كل من إيمانك إيا بخيل لماذا كما كل من بنبي قلت صلوات الله والسلام عليه حقا علماء قال كيد بواحي تلمامان إن فرق أدحيه يعني البخل والشح بخيل لماذا وقفك إنا نسقو قعنتي سؤاني فرنين لكن شحك كسي حيال ديره وكإله يجري سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شحق وحوية وإن أنو إساقونا وحبحين خلقك عدي قعن تفر لهيدنا وكهر جوكسد وردن هذا قرر ورسموه كده وكادي وره المها كرمين المصاريف تها كرمين عدي وحبحين لهيد بكهر جوكسنه ترمذي في جامعه يكون لحب قول صدن يصدح كورني ابن ماجة في سننه لبكن تطوب قول تطواتني أفر نسائي في سننه يكون لحب قول صدن يصدح مشكات المصابيح أيك صحيح على الشيخ يعني رقم كصدح كون سديد بقول سديد لات قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا صدقة ابن موسى وضعيف عند الجمهور صدقة ابن موسى هو أبو المقيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحدائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحده خصلتان لبا ارمود لا يجتمعان كما كل من في مؤمن روح مؤمن كما كل من دقني الدبيع لوغما يير البخل بخيل نمو يا وسوء الخلق يا دبيع حمو دبيع حمو يا بخيل نمو روح مؤمن كما كل من ميد وا لغا يابا ان لغا هلو لكن لبدود تلمان لوغما ديب ترمذي في جامعه كورن يكون 900 لحظة يا أفر رقم كأ لحظة يا لبر رقم كأ أبو داود الطيالسي عبد ابن حميد غير كود حديث كنوا ضعيفه صدق ابن موسى كجرة ضعيف هذا سلسلة الحديث الضعيفة كم بقول يا سقالي تمر رقم كأ حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا الأعمش عن مالك ابن حارث عن عبد الله ابن ربيعة قالوا حلو كنا وحانه جلوسا كوفديا عند عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود اكتسان فدين مجلس كيس فذكروا رجلا من بيت المامين ددكي مجلس كجوغي با نين بي وخا شيغي يعني فذكروا وحي شيغين من خلقه اخلاق ديسا هي طبعي سي طبيعه ديسا وخا شيغي فقال عبد الله با وحوري ارايتم بل كورما لو قضعتم هداد قيسان راسه مدحيسا يعني اكنتم ما هان لهيدين تستطيعونك واودا أن تعيدوه يعني مدحي آد قويسين إن أتكسوا علسان مدحي ما كعلن كر لهيدين قالوا حيان لا ميا قالوا حي فيده قعنتي سإنت آد قويسان ميشي آد كقويسين ديب ما كعلن كر لهيدين قالوا لا قالوا حي فرج له لكتيس كورم لكتيس هداد قويسان ميشي ما كعلن لهيدين قالوا حي لهيدين لا ميا تنو كلو حل إلى هذا مقدمه هي جوجل ديك هي عرر باليدها حاجته آل ربطه إن أتكهمش هي ضد كان آل ربطه تصالها هي أمساشة إن أدوح كفه نسيسه مركبة إن هذا حاجته فرت كسارين هي جوجل ديك هي عرر عصميسه طيب حس عابي قو شيء ذا قالوا حلف فإنكم يدكم لا تستطيعون ما أوديسان وما كري كرتان أن تغيروا إن الدورسان
يعني خلقه دمعدس يا أبور كيسا حتى تغير خلقه إلى خلق كيسا دورسان قف كان بني آدم كأ شركي سي بوري سيدة إلهي يسوع صار أو أبو ري بيدو حكب دلك أرتاه حضيدا تاو حكب دلك المركة نين كان طبيعة دي سي أخلاق دي سنة وحبك كما بدلي كرتانة فراح كقاضي وهي مركة وراح كقاضي طيب حن وحير مركة إن النطفة عن لوفتا من يدي بالله جو رمي جاي لا تستقر ويسقناتا في الرحم الرحمك منك أما إلى مجالين كي كسقناتا 40 ليلة نفرت هبين بيكسقناتا ثم تنحدر ويهوبتا دما أي حال كونها دما يدو ديك ثم تكون وحيهاتا علقة حنجر بيسوب دشاوى مرحلة دا يمرحش كالدوان إلمه أمري ثم تكون وحيهاتا مضغة وصلت بيهات حل وصلت وهيلي بأفقلسة وحافق لقليل ليك بين نقطة ثم يبعث الله إلهي وحصودرا ملكا ملك بأصودرا فيكتب مركسو قرى رزقه رزقيس يو خلقه دبي عديسة يو شقيا أو سعيد مد أيان له يمد أيان درن ونصيب درن شقي يا سعيد مدك ونقون ينا وإلهي سبحانه وتعالى قدر وشانقوي الله المحفوظ قال سبحانه وتعالى وكقري سادرت أبور كان روح وأبورية حضيدا وحي سبدل أيضا كوصا ما ينكرن أخلاق ديسة يا ضبعي يا دقن كيسا وحبك ما بدل كرتان لذلك ضبيع عدو يعني الروح بن آدم كإلهي سبحانه وتعالى أغدى قي يعني الدين تو حيسي صي مكانه وين بيدك طي روحين وضبع جيسة هي أخلاق دي سؤها جاتيو وشي دين تي إنه مكانه وين بيدك طي حديثك وحسن وأنا موقوف من كلام عبد الله بن مسعود ضبراني ما في الكبير كورني مجلد كسجالات بقولت ضباتني يسديد سدوك له حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الأدب المفرد يعني الله بقول يسديتني يصدح رقمك انت انضم بأي نطفض اي عن لوفتك وصعب سنة ايضو حكم الرفع بأي ليده هو حديثك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود 40 كي يأتكو أركي جرتين واحد باب حسن الخلق إذا فقه حباب يهي الضبيعة اي أخلاق ده وناكسن هدي وحفهمان وكسم الدين اي قدر صدان يعني فضلك اي ليده حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني إمام الجرح والتعديل شيخ البخاري قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح الصمان وذكوان لويغان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحولي إن الرجل يعني ننك ننك والقوها القبصان يا روح اللوتي لا يدرك وحكوكارا بحسن خلقه ضبع وناقص وحكوكارا درجة القائم بالليل درجة الروحها بينك صلاة أتاقنا صلاة ليلك أتاقنا رواية الوحي لهذا يعني لا يدرك بحسن خلقه وحكوكارا درجة الصائم القائم بالليل صائم بالنهار القائم بالليل روح مالك يوردن سنة يعني مركز صومنا صن سنة صومنا حبين كينا صلاة الليل أتاقنا أصدقوا صن سنة أنا أنسو من صلاة الليل نيسو تاقنا بحق أجرك إيا فضلك وحلقك يا أبا ضبيعة إيا أخلاق ده وناكسن إنو كوغارو أو إلهي سبحانه وتعالى مرك أجرك وغهبه طيب ابن حبان في صحيح كورني مجلد كاللبات لما بقول سديتني الله ضبراني في الكبير مجلد كالسديدات بقول لحدانيو سقال رقمك إمام مالك في الموضع مجلد كاللبات سقال بقول يا أفر صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة تضوب قول السقاشني أفر الرقم كأيوك صحيحية وأنا حديث صحيح حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال الحديث سمعت أبا هريرة يقول أبا هريرة وحن كم قال يسقول سمعت أبا القاسم نبي محمد وحن كم قال يقول يسقول خيركم إسلاما لنك إسلامي ماذا وحايدينكو خير بدن أحاسنكم أخلاقا كوين إذنكو أخلاق دو ونكسن إذا فقهوا مركي وحفهمان هذا يفهم دينات أي قدر صدان أي إذنكو في عنب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديثكو وحديث صحيح إمام أحمد في مسنده
مجلد كلابات يكورني أفر بقول لباتني استقال ابن حبان في صحيحه مجلد كواد لابو بقول استقاشني لابو صحيح الجامع الصغير الصدح كون لابو بقول يلابية طبعا صحيح هذا نكون سديد بقول أفرتني لابو قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن قياس قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال وحولي ما رأيت أحدا ثابت بن عبيد ومولى زيد بن ثابت ما رأيت ما أرق بولي أحدا روح وأجل كوين حق هيبد إيا شرفت إذا جلس مركو فريستو مع القوم يقوم كالجركو ذا مركو لا فريستو يعني الروح كقوين ما أرق ولا أفكها يعني حق كفتن كان وكفتن بدن ما أرق في بيته قرقيس من زيد بن ثابت زيد بن ثابت صحابي قال له مركو الصحابة ودحجوه إيا أرديس إيا تلاميديس روح كقوين حق إندها إيا هيبد إيا قدرين تلا قدرين يا ما أرق مركو قرقيس جوغنا روح إلمها إيو عرورت إيو حاسك وقد بعصان وكفتن بدن ما أرق بوير لبرقا وايسوما مركاد مجالس علم يأتوكتو إبول شد مسلمين تا تعليمين يسيو حوش يديسو هاي بدا دي مرؤة دا دوينا دلاشت ننسكا شعترين أيقو يعني كفتن أيقو اسكا قصقص ليقو وين هذا النقل يعني روح هاي بدله أمر أديسي شخصية دي سئلالنا يقف قوائنه النقطة هذا الكأمد أشي جينا إنه كلا حشا لبهاية ولا كلا حشا سومالي ورب حي ورنجرين ورك هذا أنت هذا لقولة تجين أيا بنان كلا بصافيريا أنت هذا لقولة تجين وبنان كلا بصافيريا أمدنا ذو حشا جي سنة هو فكر إن أمد وضع عامته هاي مركان ننشي خطايا أمد ذو حشا جي مستوى هذا جرى حاوك فكر إن أمدنا إنا عامت هايو يعني كل جا أدو أدبار قبته هاي فكر وحدو فكرته أمد إنه كشره إنك علم بدن متكل علمية متك هوسية أنت بقى كشرت إذا مركب مركب واحد لقوله تيجي سو أمد أدو شيء جيسو واحد هو بيسويه مصدر كيسة يمشي أو كيالو أدسكه هو بيسويه إنه جوريجا لكن واقد وين جورو الحين واقد وين كوريك الصحابي كان يمرك وكوريك تقو عرورت يا حاسك يا والله كفتم يا ودي بعصية ما هو ضيقة مرك وكوريك الباب وقصة صعدة عرورت سيدي بصدر لقبت تشير لقبت أنا النقضان إلى هذا كيبا صعدة الله جنح ودي بعصن وقيسك يا ريرك ودي بعصن وأنا النقطة والله سبحانه وتعالى على مستوى وعلى وبالله توفيق